في ملف سد النهضة، كيف تقيم دور السودان ومساهمتها في هذا الملف؟ كما قلت لك سابقا بأن السودان يبحث عن مصالحه، ونحن لا نتحدث باسم السودان على الإطلاق، بينما في الوقت الذي يعني نحن نتبنى هذا الموقف المتوازن تتبنى القاهرة موقفا آخر، ألا وهو أن سد النهضة يضر باسم السودان. يريدون أن يجعلوا من السودان رديفا لأعمالهم، يعني لخطاباتهم السياسية، بمعنى أن يجعلوها من ضمن الهوامش التي تتمتع يعني القاهرة بالتأثير الكبير عليها. السودان دولة ذات سيادة مستقلة تبحث عن مصالحها وتحافظ على جمع الكلمة وتحافظ على الوحدة الإفريقية وتعمل بتوازن، سواء اتفقنا مع بعض مواقفها أو اختلفنا، فإلا أننا يعني نؤكد على أن السودان يريد أن يلعب دورا إيجابيا، يريد أن يلعب دورا يليق به كدولة يعني لديها تفكير وبعد استراتيجي وسياسي متوازن في المنطقة. لأجل هذه الدوافع نجد أن السودان يعني مثل ما ذكر الدكتور إبراهيم الأمين، وأنا أختلف معه في الجزئية التي تقول التي قال فيها في لقائه يوم أمس على إحدى القنوات، قال بأن أثيوبيا إذا ما اتخذت السودان موقفا ظنت بأنها في صفها، يعني ظنت بأن السودان في صف أثيوبيا، وإذا اتخذت القاهرة موقفا ظنت القاهرة بأن السودان إلى صفها. فأثيوبيا لم تنتهج هذا النهج، ومنذ أول يوم في هذه الأزمة أثيوبيا يعني كانت تعلم بأن الأشقاء في السودان يستطيعون التحدث عن أنفسهم ويستطيعون أن يوضحوا ما يقولونه بكل يعني بديهية وبكل يسر وسهولة، ولا يعني يمكن إثيوبيا بأن تتحدث باسم السودان كما تفعل القاهرة. نجد هذا التفاعل الكبير أيضا يعني قد أثر على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يحاولون أن يطيروا بأي موقف قامت به السودان، يحاولون أن يفسروه، إما أن يهجموا على السودان وعلى شعب السودان وعلى القرارات السيادية السودانية وينتقصون ويوجهون إليها البذاءات يعني والشتائم، وإما أن يدعوا بأن السودان إلى صفهم وأن يعني يضخمون الموضوع على أن السودان في إلى صفهم، وأن السودان اليوم يلعب دورا كبيرا في مسألة حل أزمة سد النهضة بالتعاون مع مصر، ويذكرون يعني يوهمون أو يحاولون أن يصدروا للمشاهد أو المتلقي لمعلوماتهم المغلوبة بأن السودان إلى صفهم. هذه الممارسات يعني مكشوفة لدى الجانب الإثيوبي، وهي تحت المرصد الإثيوبي الدقيق الذي يكشف مثل هذه التقلبات، ويستطيع التعامل معها بكثير من الأهلية التي تمكنه من التعامل مع هذه المواقف. اليوم نحن نقول يعني للدكتور إبراهيم الأمين، نقول له بأن إثيوبيا لم تنتهج ولم تنتهج هذا الموقف، قرارات السودان هي التي يحق لها أن تتحدث عنها وتصدرها، وكذلك رؤيتها. فعندما نعلق على هذا الأمر لا نقول بأن السودان إلى صفنا، ونحن إذا اختلفنا مع السودان فنستطيع بإذن الله أن نحل كافة الأزمات أو كافة القضايا العالقة من خلال التفاوض. الشاهد بأن السودان يبحث عن مصالحه الوطنية ومصالح شعبه، ويعني ليس من اهتماماته باعتقادي أن يبحث عن مصالح الآخرين، كل دولة تبحث عن مصالحها الشخصية. فيما يتعلق بالخلافات الحدودية التي نشبت مؤخرا بين إثيوبيا والسودان، هل هذه الخلافات تؤثر في قضية سد النهضة؟ نعم، هذه من ضمن القضايا التي يعني تطرقنا إليها بأنها استخدمتها القاهرة لأن تجعل السودان رديفا لها. فما إن أعلنت هذه القضية الحدودية إلا وتطاير الأشقاء في القاهرة في وسائل إعلامهم، وهنا لا نعمم على الشعب المصري. أخي محمد، نحن نقول ونؤكد بأننا لا نستهدف بإعلاناتنا وتصريحاتنا وأقلامنا الشعب المصري الكريم العزيز على قلوبنا، والله لا نرضى لهم شرا، ولا ترضى لهم حكومتنا شرا، ولا شعبنا ولا قيادتنا، ولا نستهدف مثل ما ذكرت لك أشخاصا بأعينهم أو الشعب المصري الشقيق،
إنما نستهدف أولئك الذين يحاولون أن يسلبوا حقوق إثيوبيا في مياه النيل، أن يحاولوا أن يحقروا إثيوبيا ويجعلوها دولة في هوامش الدول تتمتع، يعني يتمتع الأشقاء في القاهرة بالتمتع بسيادتها والتدخل في شؤونها الداخلية واختطاف قراراتها. ننتقد بأقلامنا وتصريحاتنا هؤلاء وندافع عن قضيتنا بوضوح وشفافية وإيمان ويقين راسخين بأن بلادنا على حق ومبدأ ثابت وراسخ بعدم الإضرار بأحد. هذه هي الرؤية التي ينبغي أن يستمع إليها الأشقاء في جمهورية مصر العربية. لأجل ذلك، عودة إلى سؤالك، فالقضية الحدودية التي حدثت بين السودان وإثيوبيا، كاد البعض مثل ما ذكرت لك أن يؤجج نار الفتنة ويوقع بين الشعبين الشقيقين، إلا أن الحكمة السودانية والحكمة الإثيوبية استطاعت التغلب على هذه الأصوات النشاز، واستطاعت وقدها أثناء ولادتها. فالعلاقات الإثيوبية السودانية لن تتأثر بمثل هذه الأفعال المفتعلة. إثيوبيا استنكرت كل مخالفات كل ما خالف القانون من خروج جماعات مسلحة وخارج عن القانون وخارج عن النظام، واستنكرت وقدمت تعازيها إلى الشعب السوداني الشقيق. وحاول البعض للأسف الشديد يعني أن يؤثر على أن يقحم ملف سد النهضة، ولكنهم مثل ما ذكرت لك فشلوا تماما، لأن العلاقات بين السودان وإثيوبيا لا يمكن أن تجسد في مواقف عابرة ولحظية، مواقف سرعان ما تمر وتنتهي ويمكن التغلب عليها بالمناقشات والمفاوضات. فالقيادات في البلدين يعني السودانية والإثيوبية اليوم يعلمون ويدركون حقيقة هذه الأمور، وهم على أهبة الاستعداد للوصول إلى كل الحلول التي نستطيع من خلالها أن نتغلب على كل من يحاول التغلغل بين هذه الصفوف المتماسكة. بصفتك مراقب لملف سد النهضة الإثيوبي الكبير ومراقب للإعلام المصري، ما هي التضليلات التي توهمها وتبثها الإعلام المصري في شعبها، وكيف يمكن أن نتصدى لها؟ ذكرت لك بأن للأسف الشديد يعني الإعلام المصري تكشفه من تناقضه مع يعني نفس مواقفه السابقة. هذا من أوائل ما يكشف للجمهور أو المتابعين لبعض وسائل الإعلام المصرية التي تحاول إحداث الشرخ الكبير يعني في العلاقات المجتمعية بين الشعوب من خلال تصدير مثل هذه المشاهد التي لا تليق على الإطلاق. تصور أخوي محمد يخرج يعني دكتور وهو اسمه هاني رسلان، يعني أذكر لك بصراحة، يخرج على قناة الغد على قناة فضائية، يخرج على قناة فضائية مصرية فيتحدث ويقول بأن يعني هناك يعني من الإعلاميين الإثيوبيين من يتبنون فكرة الإخوان المسلمين، يعني كأنه كل الناس اللي يعني يدافع عن سد النهضة جعلهم من الإخوان المسلمين. واتهم قناة الجزيرة في هذا الأمر، وذكر بأنها تأوي الإخوان المسلمين لمهاجمة مصر وما إلى ذلك. نحن في حقيقة الأمر لم نهاجم مصر على الإطلاق. لن يستطيعوا أن يأتوا بمقطع واحد هاجمت فيه أنا مثلا كإعلامي إثيوبي هاجمت فيه مصر. هذه يعني وسائل الإعلام التي نراها اليوم يعني تتصدر المشهد بالكثير من المغالطات والمعلومات المغلوطة المضللة للأسف الشديد، نجد بأنها يعني أفعال صبيانية ينبغي أن يترفع الأشقاء في القاهرة عنها. لا، لسنا بحاجة إلى مثل هذا الهراء الذي يصدر لنا ونحاول يعني أن نوتر العلاقات ونحاول أن يعني نتصدر المشهد بالسباب والشتائم بالألفاظ التي لا تليق بالأشقاء في جمهورية مصر العربية. وإذا رأينا بأن الشخص الذي ذكرته لك الدكتور هاني هو مسؤول في الأهرام للدراسات، هذه المؤسسة العريقة، وهو مسؤول كبير في هذه المؤسسة وله قبول في المجتمع المصري إلى حد ما، نجد بأنه يتصدر المشهد اليوم للأسف الشديد على صفحته بالفيسبوك والله عبارات يعني نخجل أن نتداولها أو أن نستمع إليها.
فما بالك هذا يتصدر في المشهد ويبدأ ينتقص من أشخاص معينين، مما يدل على إفلاس هذه المادة الرديئة الكاسدة التي تحاول أن تشوه الموقف الإثيوبي والإثيوبيين ويتهمونهم بالتضليل. طبعا الهالة الإعلامية المصرية هي منتشرة للأسف الشديد في وسائل الإعلام العربية بشكل كبير، ولكن تجدر الإشارة بأن إثيوبيا يستوجب عليها قطعا أن تواجه هذه الحملات الشرسة التي تحاول تشويه هذه المواقف الناصعة لإثيوبيا، وعليها أن تتصدى لها بقوة. وأما هؤلاء الإعلاميون يعني والذين يحاولون أن يصطادوا في الماء العكر، شخصيات للأسف كثيرة عرفت بسوء سمعتها مع إثيوبيا. هنا يا سيدي الكريم نحن لا نتطرق على الإطلاق في شؤونهم الداخلية كما تفعل وسائل إعلامهم، وعلى أرض الواقع أيضا هم حاولوا أن يتدخلوا في كثير من الإطارات التي تخص إثيوبيا، وحاولوا التغلغل في شؤونها الداخلية، ولا زالوا يمارسون مثل هذه الأمور حتى يومنا هذا. ومع ذلك ورغم إثيوبيا وتأثيرها، رغم تأثير إثيوبيا الإقليمي والدولي وتمتعها بسمعة حسنة لدى المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي، إلا أن إثيوبيا لم تستخدم على الإطلاق أي من هذه الأوراق لأجل التأثير على القاهرة. تستطيع إثيوبيا أن تأوي المعارضين لجمهورية مصر العربية وتمكنهم من كافة ما يريدون، تستطيع يعني كدولة ذات سيادة مستقلة كما تفعل القاهرة اليوم، تستطيع أن تلعب على المسائل التي تتعلق بالشؤون الداخلية لمصر، ولكن إثيوبيا تبحث عن مصالحها وتسعى إلى تنمية شعبها، فهي لا تبادر بالعداء لأشقائها في جمهورية مصر. حتى وإن فعلوا ذلك فإننا لا نرد لهم بالمثل، وإنما ندافع وندفع من يحاول الاعتداء على سيادتنا ويحاول أن يسلب حقوقنا ويتدخل في شؤوننا الداخلية. لأجل ذلك وسائل الإعلام المصرية الأجدر بها أن تراجع يعني أن تراجع سياساتها التحريرية، وتتذكر وتدرك بأن هذه الجموع الغفيرة يستمعون إلى الصوت الإثيوبي، ربما كان مغيبا إلى فترة ما، ولكن يستطيعون اليوم أن يستمعوا إلى الصوت الإثيوبي الذي يفند هذه الإشاعات بحقائق وأدلة دامغة تثبت بطلان الموقف الإثيوبي في ملف سد النهضة. وسائل الإعلام عليها يعني نحتاج لها مثل ما تقول يعني فورمات على أساس تراجع سياساتها وتراجع مواقفها، وتتذكر بأنها تؤثر وتخاطب عقولا عربية، وعليها أن تكون أكثر جدوى وأكثر احتراما لهذه العقول التي تتابع هذه المشاهد الإعلامية. إذا لم تنجح هذه المفاوضات مستقبلا، في بعض الإعلام المصري يشير إلى قيام حرب. والله يعني باعتقادي أن الحديث عن الحرب يعني ونشوب الحرب بين إثيوبيا ومصر أمر مستبعد، أولا لأن العلاقات التي تجمع الشعبين الشقيقين هي أكبر من أن تؤدي إلى حرب قتالية بينهما، هذا أمر. الأمر الآخر، إذا قامت القاهرة وشنت حربا عدائية هجومية على إثيوبيا استنادا إلى اتفاقيات استعمارية، فهي بذلك تخسر ما تبقى لها من رصيد دولي أو احترام ومكانة دولية، تخسر هذه بالإضافة إلى ما تجنيه على يعني القاهرة وعلى القارة الإفريقية بإحداثها مثل هذه الأزمات في المنطقة وإشعالها للحروب. حتى وإن أنكروا ذلك يعني ربما تجد أنهم يرددون ذلك في وسائل الإعلام وعلى مستويات واسعة. وتحدثت لك قبل قليل عن ما قاله عمر سليمان، وكلنا نعلم ما دأب عليه الرؤساء في جمهورية مصر العربية الشقيقة من تهديد عدواني سافر على إثيوبيا في حال قيامها ببناء سد النهضة. الحديث عن الحروب نعم ربما ما يسميه يعني الأشقاء بالخيارات المطروحة، كل مرة يقولون أن إثيوبيا لا يعني أنه مصر لا تريد الحرب وليست دعاة للحرب، ولكن لديها الخيارات المطروحة، خيار الحرب أو الخيار العسكري مطروح على الساحة، وهم بذلك يعني لا زالوا يؤثرون على أنفسهم ويعني يكذبوا هذه الكذبة التي يقولون عنها أنها خيارات مطروحة على الطاولة، بينما هم في حقيقة الأمر يعني لم يستطيعوا أن يكسبوا معارك أبسط من هذه بكثير يعني.
فما بالك بأن تشن إثيوبيا حربا عدوانية على إثيوبيا، أن تشن القاهرة حربا عدوانية على إثيوبيا. هذا الأمر مستبعد باعتقادي، ولكن مثل ما ذكرت لك في حال قيام هذا الأمر أو في حال حدوث هذا الأمر فإن إثيوبيا لن تقف صامتة أمام هذا العدوان السافر على حقوقها وعلى بلادها. هذا إلى جانب الأزمة التي ربما تأكل الأخضر واليابس في المنطقة. لدى إثيوبيا سياساتها واستعدادها العسكري، ولكنها لا تتباهى بها لأنها لا تدعو إلى حرب، لكن تؤكد على أنها قادرة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها. هذا أمر. الأمر الآخر، إثيوبيا والقاهرة متباعدتان في من ناحية الجغرافية، وبينهما آلاف الكيلومترات، وليست هناك يعني أي من الحدود، أي من الحدود التي ربما يعني تربط بين إثيوبيا والقاهرة. فتضطر القاهرة إلى إذا أرادت أن تشن حربا على إثيوبيا باستخدامها حربا بالوكالة، وهي ما تحاوله اليوم للأسف الشديد، أو يحاوله بعض الأشقاء في جمهورية مصر. هذا النهج نهج خاطئ، وإثيوبيا يعني تصور بأن هذه هي سمعة إثيوبيا اليوم في المجتمع الدولي، دولة مسالمة ليست دولة حروب، بينما القاهرة تحاول أن تتحدث في كل مرة عن الحروب وما إلى ذلك، وهي للأسف يعني مؤسساتها العسكرية هشة تماما، واعتمدت للأسف الشديد على الإشاعات المغرضة يعني في يعني تعظيم وتضخيم القوات المسلحة المصرية، لدرجة أنه يستطيع أن يحتل إثيوبيا ويحتل المنطقة ويفعل من هذه الأفعال الخيالية التي لا يمكن أن يقبلها العقل. ولأجل ذلك يعني باعتقادي أن نشوب الحرب مستبعد، ولكن كذلك عليهم على الأشقاء في القاهرة ألا يؤججوا الشعوب بمثل هذه الخطابات. هذه الخطابات لا تصب في مصلحتهم فضلا من أن تضر إثيوبيا، هذه الخطابات ستضرهم بالتأكيد. هذه الخطابات التحريضية ضد الشعوب هي تضرهم بالتأكيد قبل أن تضر إثيوبيا. وعلى ذلك ينبغي التوقف من إشاعة مسألة التدخل العسكري أو الخيارات المطروحة. ينبغي عدم يعني الإكثار منها في وسائل الإعلام، احتراما لعقل المشاهد الذي يتلقى مثل هذه الأخبار. فيما يتعلق بشكل عام الإعلام العربي في إثيوبيا بدأ الآن يتزايد ويتقوى، كيف تقيم هذا الإعلام بشكل عام، الإعلام العربي في إثيوبيا؟ أفتخر بأنني يعني كنت من يعني ممن لهم قصب السبق في يعني الاهتمام بهذا الأمر. طبعا الحكومة لديها رؤية استراتيجية واضحة بشأن هذا الأمر، وقد تحدثت يعني مع القيادات في البلد بأن إثيوبيا اليوم موقعها الجغرافي وموقعها السياسي ومكانتها واحترام الشعوب والدول لها، كل ذلك يعني يتطلب منها أن تكثر من اهتمامها بالمنظومة الإعلامية العربية في بلادنا. وكيف يمكن ذلك؟ من خلال استقطاب الكوادر التي تحمل في نفسها حب الوطن، وتحاول أن تقدم نموذجا فريدا لا يعني لا يكون همها أن تصفي حساباتها الضيقة عبر وسائل الإعلام العربية أو تحقق مصالح معينة. يكون لديها أبعاد وطنية، ويكون لديها استراتيجية واضحة في تثقيف وتنوير الشعب الإثيوبي وغيره من الشعوب بحقيقة الموقف في إثيوبيا. لأن الأطراف العربية، وقد تحدثت بذلك في أكثر من مرة، الأطراف التي اليوم نشاهدها وتتعلق ببلادنا في ملف سد النهضة أطراف عربية. لأجل ذلك علينا أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نواكب هذه التطورات الإعلامية من خلال المادة أو المواد التي نقدمها للمشاهد باللغة العربية. بفضل الله رأينا أن الإعلام اليوم أصبح يهتم بهذه المسألة، وكذلك نكرر توصيته بأن يهتم أكثر من خلال إعطاء هذه الفرص للكوادر الإثيوبية التي تستطيع، أو الأقلام الإثيوبية التي تستطيع أن تقدم الرسالة الناصعة للموقف الإثيوبي وللقضايا الإثيوبية. وسائل الإعلام العربية
أو ينبغي أن يطور وسائل الإعلام العربية في أثيوبيا نظرا لأهمية هذه اللغة ولكثرة من يهتمون بها ويتحدثون بها ولكثرة ما يشاع عن القضية قضية سد النهضة التي هي بين أطراف عربية وبين إثيوبيا. ينبغي أن تكثف إثيوبيا من هذه الجهود حتى تكون منافسة بالحقيقة للباطل الذي تحاول بعض وسائل الإعلام تصديره إلى المشهد. أقدم لك فرصة للكلمة الأخيرة تريد أن توجهها في هذه المناسبة. حياك الله، وأكرر لك شكري وتقديري لهذه الزيارة منك ومن فريق عملك، أشكركم جزيل الشكر. رسالتي إلى أهلي وإخواني من الشعب الإثيوبي العظيم، لا تطأطئوا رؤوسكم، أنتم بإذن الله قادرون على الانتصار لأن الحق معكم إن شاء الله. يعني لتكن همتكم ولتكن نواياكم منصبة على تحقيق تطلعات هذا الشعب الذي عانى من ظلم تاريخي كبير بمسألة سد النهضة أو بمسألة نهر النيل. عليكم أن تكونوا خير سفراء لبلادكم، عليكم أن تكونوا أكثر فعالية في المجتمع من خلال إيصال الصوت الإثيوبي، لا تنزلقوا إلى المنزلقات التي تحاول أن توقع بينكم وبين الأشقاء في القاهرة من خلال بعض الكتابات المعينة أو تلك المحاولات التي تحاول أن تنتقص منكم، فبادروهم وبادلوهم برسائلكم العطرة لتخبروهم بأننا لسنا في عداوة معكم، إنما نحن نريد التنمية لشعبنا ولأجل ذلك ندافع عن حقوقنا بهذه القوة. وأوصي الشعب أيضا، اليوم التحديات عظيمة جدا، ولكن وكما أكدنا سابقا علينا أن نجنب الخلافات الداخلية، علينا أن نجنب كل هذه الأمور التي لا تخدم قضايانا العليا، نحقق هذه المصالح سويا لأننا في قارب واحد، وعلينا أن نكون أكثر فعالية في تماسكنا. انظر أخوي محمد إلى الأشقاء في جمهورية مصر، المعارضة المصرية والتيارات المعارضة للحكومة المصرية متحدون في مسألة سد النهضة، متحدون في موقفهم في سد النهضة، ويدافعون عن الموقف المصري بكل شراسة، بل أن المعارضين ربما يكونوا أكثر تطرفا من القائمين على ملف سد النهضة من الرسميين المصريين. لأجل ذلك علينا، يعني نحن الأولى بهذا التماسك والتكاتف. لا ينفع بعدها أن نقول أكلت يوم أكل أو أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. علينا أن نكون في صف واحد لتصل هذه السفينة التي تقلنا بإذن الله إلى نحو إلى الرخاء والنهضة والازدهار لأمتنا ولشعبنا ولأرضنا. وهنا أوجه الشكر لكل من شجعنا ودعمنا بدعواته وملاحظاته ونصائحه وتوجيهاته، نكرر لهم الشكر ونؤكد على شكرنا للقيادة في بلادنا والتي تعاملت بحذر شديد وبطريقة شرفت بها إثيوبيا وشرفت بها الشعب الإثيوبي حينما وقفت صامدة وجاهدة ودؤوبة في تحقيق تطلعات الشعب الإثيوبي. وهذه العزيمة والإرادة يعني قوبلت بالكثير من الاستحسان الدولي لهذا الموقف الشجاع. فتخيل معي لو أن إثيوبيا وقعت في ذلك اليوم على أي من الأمور. هم الآن بالمناسبة تجد أن الأشقاء في القاهرة يتندمون ويعاتبون الحكومة على توقيعها لاتفاقية إعلان المبادئ، مما حدا بالقاهرة لجوءها إلى واشنطن لتأخذ توقيعا آخر يفرط في المصالح الإثيوبية. فتيقظت إثيوبيا وانسحبت من هذه المفاوضات وأرادوا أن يصوروا بهذا الانسحاب بكثير من الأمور التي تفندها إثيوبيا بكرامتها وعزتها وإبائها وشهامتها، فانسحبت من هذه المفاوضات لترسل لهم رسالة مفادها بأن السيادة الإثيوبية خط أحمر وأن حقوق إثيوبيا سندافع عنها بقدر ما آتانا الله من قوة،
السد سدنا والأرض أرضنا والأموال التي بني بها السد أموالنا، ولا توجد قوة تمنعنا من بناء سد النهضة. وما أعظم ما قاله رأس دبلوماسيتنا التي الذي يعني تفاخر به الشعب الإثيوبي، وهو يرى بأن القيادة اليوم تحقق هذه المصالح. نشكر قيادتنا ونؤكد على أننا سويا في قارب واحد، نحن أبناء الوطن الإثيوبي الكبير بكافة عرقياتها الكريمة، بكافة عرقياته الكريمة، نؤكد بوقوفنا وتحقيقنا لمصالح بلادنا وشعبنا وأمتنا من خلال مشروع سد النهضة، وسنواصل السير في هذا الطريق. وأهنئ الإثيوبيين على هذه العزيمة وعلى هذه الإرادة وعلى هذه القوة والتماسك في أحلك اللحظات. وهذا ما ينبغي لنا اليوم، هو ما ينبغي لنا، لأننا على حق، بينما هم يعني نستطيع أن نقول بأنهم خالفوا الصواب في تعاملهم مع إثيوبيا خلال هذه الفترة السابقة. لنكن خير مثال يا أبناء الشعب الإثيوبي في أن يعني نستطيع تحقيق هذه التطلعات اليسيرة أو العظيمة من الشعب الإثيوبي، ونراه يحتفل ونحتفل وتحتفل القاهرة وتحتفل القارة الإفريقية بهذا الإنجاز الإثيوبي العظيم وبسواه من الإنجازات المتلاحقة إن شاء الله. شكرا جزيلا، وأشكركم مشاهدينا ومتابعينا الكرام لإتاحتكم لنا هذه الفرصة لتستمعوا وتشاهدوا هذا البرنامج الذي أجرينا من خلاله هذا اللقاء حول ملف سد النهضة الإثيوبي الكبير. نشكركم لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.